مقلب صادوني يمك يا توني قدام الوادي مشدوا عيوني سولي الخطة دبوني بورطة تاليها تكلبت بدي أنا الشرطة مقلب صادوني يمك يا توني يمك يا توني قدام الوادي مشدوها عيوني الشرطة وكل قوة جوكم في الخوة بيضة المتعاطي كل هالطب جوه عوف الممنوعات وبلغ القوات وتلاحق روحك وانسى المآر الفات شرطة وكل قوة جواكم بالخوة بيضة المتعاطي كل هالطب جوه مقلب صادوني يمك يا توني قدام الوادي حياكم الله مشاهدينا الكرام حلقة جديدة من برنامج كلبشني توني قبل لا يكون مقلبة أو تجربة هدفنا بالبرنامج نوعي كل الشباب ونحذرهم أي شخص يتعامل بالممنوعات وإذا القوات الأمنية لزموا عندك ممنوعات راح تنحكم من 15 سنة ل 20 سنة وتوصل حتى مؤبد وتضيع شبابك بالسجون دير بالكم وأخذوا حذر ولازم دائما إذا حسيت أكو خطر على حياتك لازم تتصل برقم 178 بمديرية مكافحة المخدرات شكرا لهاي المديرية وشكرا لكل القوات الأمنية اللي تعبون ويانا ليل ونهار حتى ينهون هذه الظاهرة هسه خلينا نحكي على ضيفنا بهاي الحلقة الزميلة ليليان اتصلت بالفنان حيدر الغزال وقالت له أكو عائلة فقيرة عايشة بمدرسة وما عندهم أكل يأكلون حيدر الغزال قال أنا عندي شغل وعندي ارتباطات انطوني مجال أسبوعين وأجيكم اتصلنا قبل 3 أيام بي وطلعنا موعد اليوم وراح يجي حيدر الغزال وراح يشوفون شنو راح يصير وياه تابعونا وراح تعرفون إيش راح يصير بأحداث هاي الحلقة انا اشوف ابو سوي فوق فهسه دا اشوف هذول ياهم ياهو مرحبا هلا يما على بيتكم سي اي يما تفضلي انتم مو راسلتونا على الفيس اي يما هاي قبل اسبوع احنا المنظمه الانسانيه لمساعده الفقراء يما زين تذكرتونا وجيتونا السلام عليكم هلا يما وياك الفنان الكبير اكيد غني عن التعريف حيدر الغزال اكيد تعرفينه هلا بعد عيوني الله يحفظك تفضل وهلا بيكم جميل هلا بيكم يا بعد عيوني ابو سويف حجي طب يما طب دش جوا دش هلا من حجي اهلا هلا فيك هلا عمي شلون الصحه الله يسعدك ان شاء الله شلونك يا ابو شلونك هلا عمو شلونكم اخبارك يا مرحبا شرفتونا تفضلوا يما تفضلوا تفضلوا اهلا بكم يما تفضلوا اعذرونا يما من هاي القعده بمدرسه لا يما والدنيا تعبانه ويانا استري عم استري احنا قاعدين اهلا وسهلا اهلا بك الله بالخير الله بالخير انا شويه مسخن الايام فتعذرني والله ايه. لا يعطيك الصحه والعافيه الله يسلمك رحم الله والديك شلون صحتكم الله يخليك الحمد لله والله الحمد لله شلون شو الحمد لله يما الله يسلمك ربي يطول عمرك والله الحمد لله فدوى روحي وشك يما الله يسلمك عمو شلونكم انتم مخلصين عيشكم والله تعبناكم ورحم الله والديكم والله يما تمهلنا وشو نسوي قليل بحقكم الله يحفظكم ايوه ممنونين منكم والله يما جافكم بالبروده الدنيا بارده انا بالمناسبه جيت تفاجئت شلون يعني قاعدين بالمدرسه يعني من قالوا لي قاعدين بس ما صدقت الصراحه يعني يما هاي بعد امر الله علينا ما عندنا مكان نقعد فيه وقاعدين بهاي الغريفه الظلمه حتى قلوب ما عندنا الحمد لله والشكر شلون مدبرين عيشكم تاكلون شروب اكل يعني يما الوادي مهل الرحم مثل وشك هذا الحلو يجيبوننا ويطوننا سواني مع الاكل وانا قال للحج طماطه والسويفه قال لي لبيت انتان وياكلون الحمد لله والشكر الحمد لله الحمد لله الله يساعدكم اي والله اهلا وسهلا بكم مرحبا الله يسلمك تدرون ان قعدتوا شويه هنا الغرفه تمام ناس ايش صار لكم حجي عمو صار لنا ثلاث سنين هذا
بالمدرسه قاعد انا حراس يعطينا 150 خلف الله راتبي وعطانا هاي الغرفه قاعدين بها الحمد لله والشكر. ايوه الحمد لله الله يسلمك. انت شو اسمك حبيبي؟ سيوفي. سيوفي بالمدرسه يشتغل؟ والله عمو هذا بالثالث والسنه قعدنا لانه يشتغل على باب الله على مود. الله يوفقه. أيوه الله يوفقه. الحمد لله. ما حاولتوا خاله تراجعون يعني فد منظمه يعني ناس تساعد يعني هيك اي شيء مختصه انه تساعدكم؟ ما هواي ناشدنا وادم، هواي ناشدنا اهل المروه، هواي ناشدنا اهل الرحم، ولا واحد دار لنا بال الا احنا ناشدناكم وهل جيتونا انتم. خدمتكم. اي والله يوم رحم الله والديكم. هلا بيكم والله. اهلا وسهلا. بالمناسبة أنا اتصلت بهواية فنانين طبعاً تحياتي لهم. الله اللي قال أريد كاميرا واللي قال أريد أجور، فإحنا جبنا الأستاذ هنا أنا يعني أكيد ما قصر خطية، عنده شغل وعنده حفلات تعرفين كونه هو فنان، فما قصر خطية وأصر إنه ماكو كاميرات وقال أجي وأشوفكم وأشوف وضعيتكم. ما إحنا هم ما نرضى ناس تجينا وصورنا، هم نستحي عيب من الوادم قعدتنا. خلاص إحنا نشيل نسوي نسوي لله نسوي يعني على مود العالم يشوفنا. الله الحمد لله والشكر. الله والديك يمه. العفو بلا مقطوع حديثك. احنا منظمة انسانية نساعد الفقراء يعني اللي نقدر عليه، طبعا اكيد مو ذيك المساعدة القوية بس اللي نقدر عليه يعني بالشهر مثلا ندزج ثلاجة غسالة يعني تمشي امور في دول قلبي. صوبة ما عندنا صوبة والله. ان شاء الله تدللون تدللون. شكرا. زين ما عندنا تولة نطبخ عليها، نوبات انفيطات ما عندنا نطلب لنا من الجواري. يطول الله يساعدكم. اي والله هنا اكو بيت هنا يمني صف المدرسه يجيبون لنا الفيطات نحطن بالتوله. والله انا يعني كلش يعني حتى الاستاذ من دخل قال لي معقوله بمدرسه خاف متيها مو هم؟ اي والله هو حسب ما راسلتوني انتم يعني. الله يرضى عليه ابو المدرسه اللي قالنا بالشارع قاعدين جوا الجسر. ايوه جابنا قال هاي الغريفه اخذوها صغيرونه وقعدنا بيها. والله ان شاء الله كل شيء تردون توفر لنا. الله يسلمك. والله هذا المدير خوش انسان. قاعد انا وطالع راتب 150 الله ميزان حسناته ان شاء الله. أيه. والله ان المنظمه ما راح تقصر وياكم قلت لك يعني. أيه والاستاذ همينه ما راح يقصر ان شاء الله اكيد. زين يما في دول وشك الله يوفقك. الله يحفظك امي. دعاكم احنا نتوفق. اي والله والله يوفقك. احنا نريد نطلعكم من هذا الجو يعني هذا جو الكآبه هسه نغير جو شويه نريد نسمع من الفنان. يا مرور انا قلبي حيل بيحسره والله. لا تدللين ماكو حسره. اي عمي تغني اي اغني حبيبي الله يوفقك ان شاء الله. عمرك والله والديك. خلنا نسمعكم شويه للوالده. ها اي والله اي والله يما ماني ميته. اخ يما ودعتك ما نام بالليل. اي والله يما. ولا غمض جفن وانتي بعيده. اي والله. ادور عطرك ومشتاق لهواي. اي والله يما. وعطر غيرك يا يما ما اريده. انا ما اريد بكيك. الله يحفظك. شويه شويه فرايحي فرايحي شويه فرايحي فرايحي. اي ولا واريد افرح واهوس واقطع السيف. يلا يلا خليه يلا. ولا حد ضايق العيب ما يصير. اي والله بسويف. وبعرس ابني. اي والله. عرس سيوف وجبت حتى المغاوير. اريد افرح واهوس واقطع السيف. ان شاء الله يفرح على قلوبكم ويفرح عليكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. بالمناسبه مبلغ بسيط جبنا لكم. يعني هو مو من مقامكم تفضل استاذ. رحم الله والديكم. هذا كل قليل بحقكم. شكرا. الله يشهد. رحم الله والديك. ان شاء الله ما ننساكم. الله يسلمك. رحم الله والديك الله يحفظكم. زوج سيوفي. الله يسلمك. رحم الله والديك الله يخليك يا رب. الله يخليك. رحم الله والديك. هذا مبلغ بسيط يعني احنا قلت لك اني كل شهر ان شاء الله احنا من المنظمه مالتنا ندز لكم غساله مجمدة ثلاجة يعني هاي الأمور اللي تخلصون بها حوائجكم. الله يوفقك. شكرا. وأنا ما الله يسلمك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يخليكم ورحمة الله والديك. وإن شاء الله ما نقصر إحنا والأستاذ همينة ما يقصر وياكم. هم في دور وحطوا لي هذا الحلو بس ويا بيت أريد مثل هاي قلم هيك أريد أكتشف بطني. أي وين.
ايوه شو وصلك الى حجي شو وصلك يا حجي ليش اريد مثل هيك يما يعني بس شو وصلك يا حجي انا ما ادري ايش نفخني يا بس ويب اقول لك خاله زوجيني سيوفي زوجك يما سيوفي ايش قد عمرك سيوف اي والله قبل 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 يا يلا هاي انتظرك 10 سنين عادي يا الله كان خوش من باكر اروح اخطبك بس خلي شويه حوارنا سردي لا تدللين احلى عرس السيوف اسوي لي اياها بالقاعه رحم الله والدي انا اغني لكم شكرا شكرا وكل كل اجور العرس عليه الله يسلمك بعد شغلتك يوم يوم اشوفكم قاعدين بقصر ان شاء الله ان شاء الله رحمه الله والديكم ميزان حسناتكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي. الفنان حيدر الغزال اندمج ويا بيت ابو سيف وانقهر عليهم وقام يغني لهم. يعني حيدوري صوتك كلش حلو ما شاء الله، شنو هذا الصوت الذهبي؟ حيدوري حبيبي لا تنقهر، أنا اليوم جايبك أريد أدللك يا حبيبي. لحد الآن كل شيء ما يدري، يدري أكو منظمة إنسانية ويدري أكو عمل إنساني ويريد يقدم هذا العمل الإنساني. حيدر يتدلل هسه، خليني أنادي القوة وأشوف شنو راح يصير ويا حيدر الغزال من بعد ما يداهموا الشباب. لا من ثلاثة لا من خمسة، داهم المكان فورا. والله تعشوا تعشوا روحوا هناك. ماشين هذول وقف شنو التنم؟ وقف حراس بالمدرسة. ها؟ حراس هذول الجماعة ايش الغرف؟ منظمة إنسانية كون فلوس هسه شنو هالطريان؟ انا ويتك اخوي انت شنو حارس هنا؟ اي باي باي الغرفة حارس والله. ها؟ اي حارس حارس هنا؟ اي والله شنو هاي عائلتك؟ اي هاي مرتي. انت شنو؟ مرتي انا من المغرب. هاي البنية مذيعة اعلاميتي؟ اعلامية اعطيني هويتك مذيعة ماكو كاميرا شنو اعلامية؟ اعطيني هويتك انت تساعد الناس بدون كاميرا خذ الفنانة اخوي حبيبي هنا استاذ اهلا وسهلا اعطيني هويتك اعطيني هويتك انت ما عندي هويه اي نعم استاذ مطرب مطرب بس شنو السبب يعني اقطع الصوت على شوي واحد ممنوع عاد يحكي ابد نعم سي استاذ عندكم امر تفتيش؟ الزمني عندكم امر اعطيني هويتك انت ما عندي هويه اكو اعلاميه بدون هويه انت شنو يا مرتي؟ مرتي مرتي عمي شو عندكم هنا شو تسوون؟ عمي حراس الجماعه جونا اعطونا فليسات منظمه يقولون استاذ استاذ انت مطلوب مني هويه ممكن هويتك انا عندي امر بالتفتيش هنا استاذ تشرفوا على الراس استاذ نعم سيد احنا اعطيني تليفونك بلا زحمه عليك منظمه اجتماعيه بس اقدر اخابر؟ لا لا ممنوع انا ارد اخابر استاذ ممنوع طيب انا عندي امر بالتفتيش انت فنان انت فنان ومحترم وتعرف القانون الله يحفظك انا عندي امر بالتفتيش اكو هنا اجتنا معلوماتك هنا ممنوعات احنا فكره استاذ انا عندي مصادر صار خمس ايام هناك ممنوعات هذا ابني سيدي فتش ديام فتش ديام انت شنو انت دقيقه هذا ابني سيدي ابني والله تعالي ها سيد ها شنو وجهك تعاطى؟ نعم سيد اخذ 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 هذا شي تعاطى ايش عنده يتعاطى؟ شنو 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 يتعاطى؟ احنا منظمه اجتماعيه ارجع لي ورا هسه انت اعلاميه وما عندك هويه؟ وش ما ادري انك اعلاميه؟ احكي وياك فتش ديام زين شو تعال التليفون اخوي شو تسوي؟ بس مو قصدك استاذ اخي خليك تشوف احنا اجراءات امنيه عندنا امر بالتفتيش هاي شنو هاي؟ اعطيني هاي شنو هاي؟ انزل انزل هاي شنو هذا؟ هذا شنو؟ شنو هاي؟ والله ما اعرفها منين سيدي ما سيدي احنا ما نعرفهم سيدي هذا شنو هذا؟ استاذ شنو السالفه اخوتك؟ قلت لك انا صار خمس ايام عندي مصادر هنا اكو ممنوعات احنا جينا نساعد العائله جيت تساعد العائله جايب مخدرات وياك سيدي ما اعرف سيدي ما اعرف ولا كلام مخدرات منين استاذ والله يعني ما ادري من لام واحد لام سبعه تسمعني لام سبعه اسمعك عالي واضح بارك الله فيك وجهود العناصر الامنيه والمفارز ضمن قاطع المسؤوليه تم القاء القبض على مجموعة بحوزتهم ممنوعات وكل شخص يدعي فنان وتحفظ على المبرز في داخل المديرية بأمر السيد المدير المحترم بارك الله فيك بارك الله فيكم عافية بالأبطال هم هذول عناصرنا أبطال دائما ينفذون الواجبات بالصورة الصحيحة أي شخص يشيل ممنوعات تلزموه فورا وحتى إذا هو فنان القانون فوق الجميع اعتقال الكل فورا بارك الله فيك سيدي انا سافرت اعتقل اليوم كليتهم اعتقل اليوم سيدي ما مسوي شيء سيدي انا زحمه عليك بس انت فنان واحنا اسمع قصتك اسمعني انت فنان واحنا نقدر هذا الشيء السود اللي جيت هنا انا سيدي يا انتوا لي عينك السود اللي جيت هنا ان شاء الله بالتحقيق من وراك انا ما في انا ما لي علاقه انت شنو انت انا ما لي علاقه انا ما لي علاقه جيت منظمه اجتماعيه اذا ساعدوا عيونهم يلا
والله العظيم كله من وراك. انا شو اساعد؟ انا شو هاي السوالف؟ يلا تاجرون بالممنوعات، يلا يلا تحرك. نعم سيدي. الولد الطيب. اي كلام شكل وكيف يشوف يلا. تعرفين ذولي؟ ما اعرف والله ما اعرفهم. بس سؤال انا ما اعرفهم. ليش تعاندين؟ ليش تعاندين؟ ما اعرفهم. يلا قدم قدم قدم. يلا يلا تعال. يلا يلا قومي. العدل عدل عدل. عامل ياسك عامل مو حلو. قومي يلا. شلون شلون؟ 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 هذا الحكي بعد ممنوع. سكتي. انتم تجار المخدرات. استاذ الله يخليك. بس ولا حكايه. هاي المعسعسه كلها من وراها. يلا طلعوهم يلا 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 الكل اعتقلوها يلا 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 بارك الله فيك. باتجاهك باتجاهك تم القبض عليكم. مشي طلع يلا يلا. موجود صابر والله ماني علاقه. الكلام يلا يلا. الفوت استاذ بس ايد انا وين حاول ايده. ما اعرف رهابي احنا شط هالكلام تحكي استاذ. انت اول ما دخلت تقول ما اعرف احنا ارهابيه. اي انت إيه استاذ ما اعرف يعني ليش هيك. انت والارهابي نفس الشيء. انت تاجر مخدرات استاذ. والله مو انا والله مو الي بالقران الكريم. هاي الممنوعات شو تسوي عندك؟ الله يشهد مو بجيبي كانت. ما اعرف بس دخلت صار بجيبي. دني شنو دني؟ ما اعرف انه صار بجيبي بس دخلت والله. من جابك بهاي المدرسه؟ بنيه اعلاميه. يعني صار يومين تتواصل وياي. تقول لي يعني حيدر لك عائله هيك فقيره وهاي. يعني شنو صورتوا حلقه انتم لو شنو؟ لا مو تصوير. لا لا ما تعرفك تصوير. احكي شنو؟ اصلا انا من اسعد عائله فقيره ما احب التصوير. اي يعني انا شيء اسوي الله ما اسوي. راح اسالك سؤال جاوبنا عليه. اوكي. انت شنو مرتبك؟ لا تهز بالكرسي اثبت. مرتبك كلش خايف؟ اذا خايف ليش الشيء الممنوع؟ سجل سجل يمك كامل ولا حكايه. سجل يمك كامل بالساعه 1300 من خلال مصادرنا والمتابعه المستمره ضمن قاطع المسؤوليه. لزمنا عصابة يتاجرون بالممنوعات. الله يخليك يا عصابة. دقيقة يلا اسمه حيدر مهند لازم سجل. مواليد 2003. نعم صار. الملقب حيدر الغزال. سجلها جوا اللقب يعني سجل بصف اللقب حيدر الغزال. يلا شنو هالممنوعات استاذ؟ الله يشهد الله يشهد بس دخلت المكان صارم يعني صارم بجيبي. ما اعرف شلون. ما تعرف شلون؟ ما اعرف والله. عندك اعداء؟ شو جاي؟ ها؟ يعني اعداء بالمكان هذا اول يعني مره يعني واحد تحس عندك اعداء خلوا هاي الممنوعات بجيبك شاك بواحد؟ لا انا لحد ما قبل لا انزل من السياره يعني خليت حتى فلوس. طلعت طلعت من بيتك. انت وين بيتك؟ انا بيتي بالكراده. بالكراده. مين كان وياك بالبيت قبل تطلع من البيت؟ بس اني ايه والباكستاني يعني بالبيت. ليش والدتك وين؟ والدك اهلي ساكنين واحد. انت واحد عايش. ايه؟ وين بيت اهلك؟ بيت اهلي بالشعب. بالشعب. انت بالكراده قاعد؟ ايه؟ وين بالكراده؟ بالكراده يم كهرمانه. يم كهرمانه. انت طلعت من بيتك شنو كان اكو بجيبك؟ استاذ الله يشهد غير المحفظه ايه؟ والتليفون يعني ماكو بجيبي. ماكو والله العظيم بالقران الكريم ماكو شيء بجيبك. اي والله. وين كنت رايح؟ يعني هي الاعلاميه خابرتك قالت لك احنا نريد نصور حلقه لو بدون حلقه؟ لا لا بدون حلقه لا. وحتى اذا قالت بدي اصور حلقه انا ما اقبل. ليش؟ استاذ شو اسوي؟ الله انا ما اسوي البني ادم. شو تسوي؟ اساعد يعني قلت لي هيك وهيك حاله. ساعد الممنوعات تطل المدارس. استاذ والله العظيم بس دخلت المدرسه يعني انتم طلعتوهم من جيبي ما اعرف منين جني. صيح لي هاي البنية جبتوها؟ نعم استاذ. شنو اسم هاي البنية خابرتك؟ ليليان.
لينا ليليان روح جايبيها هاي؟ نعم استاذ. هي اللي جابتني وقالت اكو حاله انسانيه نروح نساعدهم. نصيحة. وحتى انا يعني تتبرع لهم بالعرس واجي اغني بعرسهم. اغني بعرسهم. تعرف هاي الممنوعات اللي خبشناها عندك عليها حكم 15 سنه؟ الله اكبر. ايش عبالك لعد؟ استاذ والله مو الي. الله يشهد مو تعال. احنا فنانين بعيدين على هاي الامور. تعال تعال. شنو هاي؟ هاي ايش لابسه هاي؟ شنو هاي ايش لابسه؟ كمون هذا غير جيل هذا. جيل تعبان استاذ. يا مواليد. ها؟ انا الفئنات. الفئنات؟ كمون عندنا اندومي تجيب لهم اندومي؟ هاي تدور اسبكتي. استاذ وياك نزلنا عندكم ممنوعات بالمدرسه. وهاي الممنوعات لا تجاوبيني الا اكمل حكي. وهاي الممنوعات علي حكم من 15 سنه ل 20 سنه لا تبكين. هاي السوالف كل مرات علي ترى. استاذ اوفي جاوبيني راح اسال سؤال جاوبيني راح تنحط مني 15 سنه بالسجن او سوى هاي التصريحه مالتك اللي مسويتها بالسجن. استاذ والله ما لي علاقه. تعرفينه؟ هو شو هذا؟ نقول ما لي علاقه. هو خابرني. كذابه والله استاذ. استاذ هو خابر. والله كذابه حتى من انا بربي اللي هي خابرت وضلت له عليه. لا لا حيدر شو وقت تجي وحيدر شو وقت تجي. لا استاذ هو خابرني. والله العظيم. حتى من خابرني وضع مو تمام. زين مو تمام؟ العفو استاذ. استاذ زين انا بمنظمه انسانيه وهو مطرب يعني اكيد عنده هاي الشغلات انا ما شنو عنده هاي الشغلات؟ صحيح؟ انت بقضاء العداله صحيح؟ استاذ والله ما لي علاقات. استاذ والله هو انت ضيعت مستقبلي انا انا استاذ استاذ والله استاذ هاي هاي ام معطوب هاي من طلعنا اخذناها تقول للامر قوه لمحمد تقول له ايش قد تدونا فلوس اعطيكم وخل اروح هي هذا الورق انزور شنو اقول ليش تدونا صاعد استاذ ما له علاقه بهذا هذا مال من هذا الورق مزور؟ مال الاستاذ هو اللي جاب للعائله المتعففه. هم مال المنظمه هم جايبين الفلوس. لا هو قال انا اساعد العائله. انا اساعد اوكي اساعد من جهه خاص بس هاي فلوس كنتم جبتوها. لا من عندك مو من عندي انا مالي علاقه. والله زين انا من الظرف؟ انا خالي من الظرف جايبين. انت خابرتك قلت لك نساعد عائله. دقيقه هسه ولا واحد يحكي بيكم. كموله؟ نعم استاذ. برايك؟ هاي شوف هاي اي متورطه ويا هذا لو لا استاذ انا ما اعرف العصر عندي ولا شيء استاذ مو هاي شلون انت تعرفها متورطه؟ اي من القينا القبض عليهم تقول لمحمد امر قوه تقول له اعطيكم فلوس وفكوني خل اروح اه نعم استاذ هاي غير معلومه كموله شو ما قلت لهم هاي المعلومه؟ استاذ مو قلنا لهم اي اي ولك ما عليه زين ولك انا بالتحقيق صار لي بال 15 سنه عايدة عليه انت قالت له هيجي استاذ بس انا والدتي بيها مرض خطير وما اقدر يعني انت متزوجه؟ لا مخطوبه؟ اي شو وياك؟ اعتذرت عليك قالت هاي الممنوعات متاكده لك؟ والله الاستاذ مو الي جلسنا؟ لا تحل فينا الله والله العظيم مو الي اعرف مو اللي جاي عليك علاوي علاوي جاي عليك كل شويه على اخوي والله اوكي انت تاجر من عاصف لك لا استاذ لا والله روح خذها نعم استاذ والله العظيم واني والد يلا قومي قومي عوفي استاذ قومي ماكو استاذ قومي قومي شيء يلا 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 قولي يا الله يا مستقبل الله لا يبقيك ان شاء الله اكلي مؤبد هسه عود بعدين الله لا يبقيك ان شاء الله راسي هذا رجال الشايب تاجر بالممنوعات مو؟ ها؟ راح تنحكم اعدام شو مسيطر؟ استاذ استاذ حبيبي منو بظهرك انت؟ انا ما حد بظهري بس الله ونعم بالله واصدقائنا ومعارفنا الحمد لله يعرفون انا شنو اخلاقي شنو احنا فنانين استاذ ما عندنا لا سالفه ممنوعات ولا سالفه هاي التعبانه الله يشهد
الله يشهد من شغلي للبيت. هذا الشوي تعال نعم سيدي شلون؟ هذا الشايب مبين استاذ نعم سيدي شلون؟ كل الامور المو زينه تلقاها جوا. تعال 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 والله اليوم اذا ما تعترف سيدي مرتي قالوا متخربطه زوجتك تخربطه ونقلناها المستشفى. سيدي وانا هم اريد سيدي عندي سكر سكر صعب ادري احنا ترى ما نعطيك داطلي حتى عندك سكر اي سيدي نعطيك داطلي دون يمك كامل نعم استاذ تزمنا عندكم ممنوعات وهاي الممنوعات شوفها اللي حكمها 15 سنه سيدي والله عرفها هو هو سيدي عنده هذا شنو عنده سيدي والله سيدي جانا اجانا شنو عندي سيدي اجانا اجانا هو وحده هيك سافره وسيد قام يغني جينا ساعات كم احنا سيد وطونا ضرب مال فلوس والله سيد انه طلعوها من جيبه سيد هاي المخدرات انا بس دخلت عندي وصارت بجيبي اي سيد هو هذا هو والله سيد باع صوته والله سيد قام يغني انه بس يغني الى الممنوعات اي سيد الى ويمكن شارب منه سيد بس يغني والله سيد يب سيد المريض سيد المريض انا والله وديت يوقف رجعه اه روح سيد رجعه رجعه سيد الله يخليك وين تروح؟ قوم حقي قوم ترجع التوقيت امشي صحي باع صحي هذا ابله زوجته جبتوها من المستشفى؟ لا بعد هسه يلا 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 رفع المرايه بالمستشفى بسرعه على نفسك وعلى مرتك يلا استاذ ترى احنا جينا نساعدهم يعني ما جينا نقتلهم شنو سببك؟ جينا نساعد عالم محتاجه وفقيره وقاعده بمدرسه ايه شنو ابتليت جيت؟ باع علي كل شوي يدق عليك علي استاذ اخوي يعرف لازم انت هنا بالتوقيف. اي من دخلوا جماعه اليسر جاوب تليفون. اطلقوا عليه. تاجر تاجر ممنوعات. اشكرك استاذ. تعال. تعال. زين هذا حيدر الغزال اسمك لو تزوير هاي الهويه. استاذ تزوير شنو؟ ايه هويتي مال نقابه الفنانين. شنو تزوير؟ هويتك وين الموحدة؟ بالسيارة. زين الفنان جعفر الغزال شو اسم يمك؟ جعفر خالي. هسه راح نخابره. يخابره ماكو مشكلة. نقول له ابن اختك يشتغل بالممنوعات. ما يصدق. ايه. والله ما يصدق. حيدر الغزال ما سامع انا قبل بي سامع بي؟ لا ما سامع احنا نعرف القدامى. هذا شنو هذا؟ هذا من من؟ هذا ابن الشايب ايه؟ امه هاي اللي تخربطت واخذناها اول شنو اسمك؟ سيف سيف باوة لزمنا عندكم ممنوعات بالمدرسه ووالدتك هسه بالمستشفى ووالدك رجال كبير صعب عنده السكر والضغط فانا ما اجيب له لا مال علاج لا مال سكر ولا مال ضغط ولا اطلعكم اذا ما تعترفون وتقول لي هاي الممنوعات المن؟ قل لي ممنوعات؟ ايه المن هاي الممنوعات؟ إلا شنو؟ لا تصيح إلا شنو؟ قاعد كلام لا تصيح شنو العيطة؟ أنت ما قاعد بمدرسة شنو العيطة؟ عرفت ولا اقعد بمكانك واسكت كذاب والله كذاب كذاب القانون موجود والقانون ياخذ مجراه والبريء يطلع كذاب تعال صحوا لي واحد من الحماية صحوا لي علاوي وين علاوي صحوا لي اياه ودي يلا قوم قوم ودي صح العلاوي تعال قوم صح العلاوي وحمود اليوم أنت روح كامل قوم صح يا ابو تعال قوم تعال 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 كموله اه ايش بيك؟ ها؟ شو قمت تشخر ايش تسوي؟ باو عليه تعال صيح تعال صح علاوي تعال كامل نعم استاذ صح علاوي يلا كامل وين تعال تعال علاوي خالد خالد اجى خالد اجى هذا اجى تعال خالد وقف هناك خالد خالد تعال يا ابني شوف صوت عالي من احجابك مقيمك خالد صار لك ايش قد بالخدمه خالد؟ 26 26 سنه؟ نعم شو تقول هذا؟ يشرب ممنوعات ولا ما يشرب ممنوعات؟ سيدوني قال بجيبه يشرب ممنوعات قال بجيبه يشرب ممنوعات؟ تعال الكلام لا تحكي من يحكي احد العناصر اللي عندي انت ممنوع تحكي اوكي لقيناها نجيبك ولا استاذ ترى من دخلت المدرسه صار نجيبك خلص ما اعرف جوز واحد منهم خلاها بجيبي خالد خالد بهاي 26 سنه بالخدمه يعني ايش لاحظت من طول هاي الفتره؟ ايش لا يعني الخبره اللي عندك؟ رجع منها امرك استاذ
وذول ليش واقفين بالباب؟ خلي يروح ابو الشاي ما يلسه شاي. راح راح استاذ. افتح لي عيونك كامل افتح لي اياها. امرك استاذ. افتح لي بالبدايه الكلبشه وبعدين عيونك. امرك استاذ. قوم لحيلك قوم قوم لحيلك. افتح الكلبشه وارجع قاعدة. خالد ودي فوق بالتوقيف اليوم حتى عشرة تجيبوا له. صار صار. خلودي. اقعد. شوف حيدر الغزال. نعم. تعبتنا ترى انت اليوم تدري لا؟ عايفين شغلنا وعايفين العصابات ونلحق واحد مثلك. استاذ بس من فضلك لا تقول واحد مثلك هاي اولا. لا. ثانيا اللي قدامك قاعد فنان ومحترم. وانت محترم رجاء 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 افتح لي عيونك افتح لي عيونك خالد وخلي باب انزل عليه يا خالد تعبتونا والله العظيم تعبتونا هديتونا والله خلي باب عليك انزل خالد جاي تفتح يا خلودي يا باوع عليه كل زين باوع عليه ليش فاشل ليش احنا عندنا قضية المخدرات والممنوعات اليوم اللي بنشرب كل مكان اليوم ممنوعات عندكم عند ثلاثة يمي عند ثلاثة يمي عليك كلمة شهرين نسبح 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 كامل نسبح هذا مايكل الاسبوع جيبوا لنا شباب تعال 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 الكبير استاذ حيدر الغزال انطوني يا زملاء الفنانين احلى صفقه استاذ حيدر الغزال هاي خابرتك الممثله ويليان الممثل ابو محمد تقول انت انت ابو الحبوب انت استاذ انت الممثل هذا شوف هذا 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 جينا نساعدك تقول عن الحبوب الممثل حمودي ابو جبل الممثل احمد خالد احلى صفقه الفنان الغالي الحبيب هدفنا بالبرنامج نوعي كل الناس نقول له اذا انت اليوم العفو وقعت بهيك موقف شلون استاذ حيدر الغزال من وقع بهذا الموقف لازم تتصل بمديرية مكافحه المخدرات الرقم 178 احنا اليوم نريد نوعي الشباب اكو شباب جاي يمشون بهذا الطريق جاي يتورطون اكو رساله بالبرنامج اكو هدف بالبرنامج ترى هذا مو مقلب صح. احنا نحب ننوه الناس ونقول لهم دير بالكم شنو رايك بالفكره مال البرنامج ومن خلوا الكلب شبيدك بشنو فكر حيدر الغزال والله اول ما فكرت باهلي اي الله يشهد وثانيا فكرت يعني بجمهورنا واللي يحبنا ويسمعنا قلت شلون راح يتقبلون هذا الموضوع شلون راح يصدقون والعالم ما عليها لها الظاهر لها الظاهر صح فهاي رساله توعيه من خلال شاشتكم وبرنامجكم احلى احلى رساله راح نشوفها برمضان تحب نعرض الحلقه ولا نلغيها بكيفك والله هي اجمل رساله عرضوها نعرض الحلقه التوفيق اريد من يمك انت قبل شويه قلت من انا جاي احقق وياه قلت انا مشتغل اغاني للقوات الامنيه بالحقيقه انا سامع كل اغانيك بس ما سامع اغنيه للقوات الامنيه سامع لك اغاني هوايه انت نجم كبير فنان حلو بهاي الفتره قدم شيء حلو للجمهور بس اغاني للقوات الامنيه انت مغنيها انا ما سامعها سامعيها شباب غزال نسمعها من يمك يلا غنيت للجيش العراقي يلا الله نسمع يحفظهم يلا غنيت حنارة جاجي للشدد وذراعنا ما تلوي وحنا شبابي للأسد وجفوفهم والله نلويهم لوي صاحبنا الموت بصغره صاحبنا الله يحفظك شكرا للفنان حيدر الغزال بس في امان الله استاذ عندي طلب بس ايه؟ عندي يعني عتاب اخير هو من. هو العتاب يعني من خلال قناتكم ايه؟ تذكرهم وين كافي يلا وصل لنهايه حلقتنا مشاهدينا الكرام في امان الله